بمناسبة ديال عيد الحب كنبغيو نهنيو جميع الامهات ديال العالم كامل. وهذه واحد البادره اللي قمنا بها احنا مجموعه وان جينيريشن، يعني مجموعه الجيل الواحد. بغينا نخرجوا الناس من هذيك الفكره اللي عارفين على لي جروب، بان الجروب ماشي هو باش، ماشي هو ميتينغ ولا خرجه ولا عمل خيري. الجروب فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي كنديروهم، وهذه واحده من لي زاكتيفيتي اللي كنديروهم. وبغينا الناس ديال الجديده ولا المغرب كامل ولا العالم يعرفوا باللي الجروب عنده بزاف ديال الحوايج، وعنده ناس اللي اش نقول لك، اللي عندهم واحد الحب واحد الغيره على المدينه ديالهم. انا شخصيا وعلى الناس اللي معايا في المجموعه عندنا واحد الغيره، وكنبغيو نوصلوا واحد الميساج، هو انه كاين شباب في مدينه جديده، وخاصنا يد العون كما كنقولوا، سواء ماديا ولا معنويا ما عندناش مشكل. مهم انك تلقى الناس اللي معاك، هذاك هو الربح الكبير. وهذا ميساج لاي واحد شاف هذا الفيديو، مرحبا بكم في الوان جينيريشن. الباب ديال المجموعه راه مفتوح في وجه اي واحد بغى يدخل ليه، سواء بنت سواء ولد سواء رجاله ولا عيالات، مرحبا بكم. كاضافه بغيت نعطي غير على هذه الفكره ديال عيد الحب اللي درناها، هي ما جاتش زعما على فواحد المده اللي طويله، وهي جات واحد المده اللي تقريبا نقول لك 24 ساعه. اقترحت عليهم في الجروب وكل شيء كان راضي بالفكره، وكنشكر جميع لي مومبر اللي حضروا معنا. وكيف ديما وان جينيريشن وان هاند ريزن ان ذا سكاي. صراحه هاد البادره اللي داروا هاد الشباب اليوم، هاد الجروب زوينه بزاف، عجبتني. كيبينوا بانهم ان لي جروب ما مجموعينش على قبل الخرجات وكذا، مجموعين على قبل الاعمال الخيريه. ومن بينها انهم اليوم 14 فيفري ما يعني ماشي ديال لي كوبل، خرجوا وعطاو الورود للامهات الاباء الوليدات الصغار. المهم انا كنحييهم على هاد البادره الطيبه، صراحه عجبوني بزاف. السلام عليكم، معكم امين عبيدات. كنبغي نشكر وان جينيريشن على هذه البادره الطيبه بمناسبه عيد الحب. عيد الحب ماشي هو الاقرباء، هو كذلك الامهات، الاباء ديالنا، كنعبروا لهم على الحب ديالنا بمناسبه هذا اليوم. وزوين زعما باش بحال كنشوفوا بحال هذا الشيء، هذا لحقاش كيخرجونا من مواقع التواصل الاجتماعي لارض الواقع.